التنسيق المستمر بين المنتخب والأندية أصبح السمة السائدة من خلال تواصل محمد أبو العلا طبيب الفراعنة مع أطباء أندية الدوري بخصوص حالة اللاعبين المصابين وقدرتهم على التواجد في المنتخب أو إرسال تقرير طبي لهم في حالة وجود إصابات خلال معسكرات ومباريات المنتخب الوطني. وأبرز الحالات التي ظهرت على الساحة التعاون المثمر بين محمد أبو العلا طبيب الفراعنة ومحمد أسامة طبيب الزمالك، وكان أبرزها حالة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بعد إصابته في الدوري وسعي جهاز المنتخب للاطمئنان على حالة اللاعب. كما تواصل طبيب المنتخب مع نظيره في الأهلي للوقوف على حالة إمام عاشور عقب إصابته قبل معسكر الفراعنة الماضي في أكتوبر. التقارير الطبية والتواصل بين أطباء الأندية والمنتخب يساعد الطرفين في الوصول لحلول جيدة ومناسبة بالنسبة لحالة اللاعبين الصحية، خاصة في الإصابات الخطيرة التي تتسبب في غيابهم عن الملاعب لفترات طويلة.